بالنسبة للمعلمين أخبارهم إيه؟ لأنه كان في عندنا عجز في المعلمين. ده امر طبعا برضو بيحتل اولويه في عمليه تطوير العمليه التعليميه ومحل متابعه من السيد رئيس مجلس الوزراء. واليوم كان في اجتماع تاني منفصل عن سد العجز في اعداد المعلمين. وزاره التربيه والتعليم بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء يعني والمتابعه السابقه للتوجيهات السابقه لسيادته، تم وضع خطة لزيادة أو سد العجز تدريجيا في أعداد المعلمين من خلال أكثر من محور. المحور الأول هو تعيين 30,000 معلم في إطار المبادرة الرئاسية لتعيين 30,000 معلم سنويا لمدة 5 سنوات. اجتماع اليوم شهد متابعة لعمليات التعيين سواء في الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية أو الدفعة الثالثة اللي بيتم الآن اختبارها من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أيضا الجهود بتشمل الاعتماد على سد العجز عن طريق تعيين معلمين بالحصة أو التعاقد معهم بالحصة، وإحنا هنا بنتكلم على عدد 50,000 معلم لمدة عام دراسي بنظام الحصة. وهذا العدد طبعا سيتم زيادة هذا العدد بنسبة 15% سنويا لسد العجز. أيضا في محور ثالث مرتبط بالاعتماد على المعلمين التابعين لنظام الخدمة الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بحيث أنه الخدمة نظام الخدمة الاجتماعية يقدر أنه هو يوفر 15,000 معلمة في معلم في هذا المجال، وبيتم يعني بيساهم طبعا هذا النظام في سد جزء كبير من العجز في هذا الصدد. بجانب ايضا انه كما تعلم حضرتك انه صدر القانون رقم 15 لسنة 2024 خاص بمد الخدمة للمعلمين، وإن شاء الله يعني المد بيكون لمدة عام ويجوز لمدة عام ويجوز تجديدها سنويا بحد أقصى 3 سنوات. وإن شاء الله يعني سأوجه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة سرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.